تشكيلة أسود الأطلس المرعبة لملاقاة المنتخب الأسباني في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، واللي وضعها طارق الشكتاوي في مباراة القمة. لو أنت من عشاق الكرة المغربية، الفيديو ده بالأخص يستحق المليون لايك، واشترك في القناة وفعل الجرس وشير الفيديو لكل حبايبك على مستوى العالم، وافتخر إن أنت مغربي، وطبعا بارتداء الفانلة البيضاء علشان يبقى يوم أبيض ويوم زاهي جدا على المنتخب المغربي أسود الأطلس. وبعد الأداء الأكثر من رائع والمستوى الملحوظ لكل عناصر الكرة المغربية في هذه البطولة بالأخص، مستوى ولا أروع منذ انطلاق الجولة الأولى بالفوز على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2-2، ويختتم مشواره في دور المجموعات بالفوز على المنتخب العراقي بنتيجة 3-2، وأيضا في مباراة الربع النهائي بالفوز على المنتخب الأمريكي بنتيجة 4-2. وفي ظل غياب أحد ركائز المنتخب المغربي بلال الخنوش عن غياب عن صفوف المنتخب المغربي في مباراة اليوم بعد الحصول على الإنذار على الكرت الأصفر الثاني في البطولة، ليقصى وليستبعد مباراة النصف النهائي أمام منتخب أسبانيا، وفي ظل المراهنة من جانب كل الصحف والإعلام العربي والإفريقي والعالمي وبالأخص الأسباني وصحيفة دورتموند الأسبانية وأيضا الملكة الأسبانية لمنور اللي بتراهن على المنتخب الأسباني وبتقول إن لازم المنتخب الأولمبي يرد الهزيمة القاسية اللي لاقاها المنتخب الأسباني الأول في مونديال كأس العالم قطر 2022، بعدما استطاع المنتخب المغربي الأول إقصاؤه بقيادة وليد الركراكي من ثمن نهائي البطولة بالفوز عليه بركلات الترجيح وتصدي العملاق الرائع جدا ياسين بونو لثلاث ركلات ترجيح من المستوى من المنتخب الأسباني، ليرقى بمستوى أفضل حارس مرمى في البطولة الرائع العملاق ياسين بونو. ألف مليار مبروك الحصول على المرتبة المركز الرابع في مونديال قطر 2022، والنهاردة في ضمن المنافسة على أيضا المرتبة الأولى والوصول للمباراة النهائية، لم يكن أمام طارق الشكتاوي إلا بمفاجأة المنتخب الأسباني بوضع أهم ركائز الكرة المغربية بديلا عن بلال الخنوش، وهو المتألق الرائع جدا إلياس بن صغير خلف، وفي مساندة سفيان رحيمي في خط الهجوم، أيضا المتألق الرائع جدا إلياس بن صغير اللي بيمتلك على عنصري المهارة والسرعة والمراوغة داخل منطقة العمليات. ألف مليون مبروك، خطة ولا أروع لكل أسود الأطلس، وفي نفس التوقيت اللعب كأساسي بيمنحنا الفرصة لتعويض أحد عناصر المنتخب المغربي في الوقت بدل الإضافي أو الوقت الضائع أو الشوط الثاني بعد ضمان الحصول على الثلاث نقاط الغالية أمام المنتخب الأسباني، وفي ظل تواجد أروع تشكيلة وضعها طارق الشكتاوي أمام أسبانيا بوضع منير المحمدي في حراسة المرمى يليه أشرف حكيمي كأفضل ظهير أيمن، أيضا إلياس خماش في المقدمة، كما يليه كل من الظهير الأيسر زكريا الوحدي ويتقدمه عبد الصمد الزلزولي كأساسي في مباراة اليوم، وأروع خط دفاع في ظل تواجد إلياس بن صغير في منطقة خط الوسط في منطقة ويتقدم إلى منطقة خط العمليات، وأيضا في ظل تواجد في الخلف مباشرة في الدفاع أسامة ترجلين أسامة العزوزي أيضا مهدي بوكامير، في ظل تواجد أروع تشكيلة لعناصر الكرة المغربية. ألف مليون مبروك، أقدر أقول لحضراتكم سير 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 إلى الأمام، منتخب ولا يتوقف، منتخب لا يتراجع، منتخب يذهب إلى الأولمبياد بإصرار بعملية الإصرار والعزيمة. بالأمس إلياس خماش في صفوف المنتخب الأسباني تحت 19 تحت 20 تحت 21 عام، ويحرز مع المنتخب الأسباني ضد المنتخب المغربي الأولمبي، لكن اليوم في صفوف المنتخب المغربي
بعد انضمامه إلى أسود الأطلس وتفضيل راية المملكة المغربية ورفع شعار الوطن على أي راية أخرى. ألف مليار مبروك لكل عناصر الكرة المغربية بقيادة طارق السكتاوي وبالمشاورة مع كل من وليد الركراكي رئيس الجامعة الملكية فوزي لبجع. ألف مليار مبروك لكل عناصر الكرة المغربية يستحقون الذهبية عن جدارة وعن استحقاق. المنتخب الأول فخر الرياضة العربية بل والإفريقية والعالمية الذي ينافس ويصارع كل المنتخبات المتواجدة حاليا دون منافس دون منازع. أسود الأطلس إلى الأمام سير سير. وفي ظل تواجع وفي ظل الموجودين داخل الكرة وداخل الملاعب الفرنسية في مساندة وتشجيع أسود الأطلس، إنه الجمهور المغربي الجمهور اللي بينتمي للكرة المغربية بحب رفع راية وأيضا بحب تيشيرت وحب فلنة والدفاع عن راية المملكة المغربية. الانتماء الخالص من القلب في تشجيع ومساندة أسود الأطلس اللي حاضر في مباراة اليوم قبل انطلاق المباراة بأكثر من 6 ساعات على ملعب فيلدروم بمارسيليا بفرنسا. في ظل التشجيع الدؤوب والمستمر في مساندة أسود الأطلس إلى المباراة النهائية بملاقات على الورق وأيضا من خلال التوقعات الموضوعة أمام المنتخب الفرنسي إلى المزيد من التقدم والإنجازات للمملكة المغربية إلى مزيد من التألق والانتصارات للشعب المغربي. وبقول لحضراتكم أينما كنا وفي أي مكان على الساحة العربية أو الإفريقية إنهم أسود الأطلس ويستحقون كل الدعم والتشجيع في ظل عاملي المجهود المبذول وفي ظل الإصرار والعزيمة وأيضا إلى مزيد من التألق فخر الرياضة المغربية وحاليا فخر الرياضة العربية والأفريقية. المنافسة أمام أسبانيا في نصف النهائي على الرغم من المقاساة اللي عاناها المنتخب المغربي أمام حكام بطولة أولمبياد باريس وأيضا من اللجنة المنظمة للبطولة بوضع الحكام في ظل الصراع لإقصاء منتخب أسود الأطلس من مرحلة المجموعات وبالأخص الحكم السويدي أمام منتخب الأرجنتين، ولكن لنا الله. وأيضا في ظل التشجيع الدؤوب نستطيع واستطعنا بالفعل من إقصاء المنتخب الأسباني وبتوقعات فردية هنا ومن داخل قناتي 3 أهداف لصالح أسود الأطلس إن لم يكن 4 أهداف. وأيضا في المباراة النهائية ورد الاعتبار أمام المنتخب الفرنسي المنظم والمستضيف لأولمبياد باريس بعد إقصائنا أمام فرنسا من مونديال قطر 2022 ها هنا اليوم برد الاعتبار في المباراة النهائية. ألف مليون مبروك مقدما أسود الأطلس إلى مزيد من التقدم والإنجازات إلى مزيد من التألق والانتصارات للمنتخب المغربي صاحب الذهبية في الأولمبياد إلى مزيد من التألق للشعب المغربي الطيب الأصيل. وأشوفكم على خير في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.